السلام عليكم طلاب، اهلا وسهلا بكم بمحاضرتنا الثالثه بماده البايو العمل لكليه المستقبل الجامعه قسم التخدير المرحله الاولى. شباب محاضرتنا اليوم هي الثالثه، عنوان محاضرتنا هو الاوزموزس. قبل لا نبلش بالمحاضره ونترجم كلمه كلمه ونشرحها مثل ما عودتكم على مود تكون سهله عليكم، راح اسولف لكم بعض الامور. هاي الامور احنا ماخذيها سابقا بالمرحله الاعداديه، راح اشرح لكم اياها بطريقه مبسطه على مود شنو تكون سهله عليكم حتى من ندخل بالمحاضره ما يكون فد شيء غامض. شباب احنا مثل ما نعرف انه اكو خواص فيزيائيه، هاي الخواص الفيزيائيه تدخل لي مثل التناضح او الانتشار او النفاذيه، هاي الخواص الفيزيائيه احنا بمادتنا هنا راح نربطها بمن؟ بالخلايا البيولوجيه. واضحه الصوره؟ زين، نيجي مثلا الانتشار، ظاهره الانتشار، الانتشار هو شنو؟ الانتشار هو عباره عن انتقال جزيئات الماده، اي ماده كانت، من مناطق التركيز العالي الى مناطق التركيز الواطئ. يعني مثلا انا عندي علبه عطر، هاي علبه العطر لما اجي اني ارش من عندها بالغرفه، وين التركيز العالي مال العطر؟ التركيز العالي موجود بعلبه العطر، بينما بالغرفه ما بيها تركيز عالي من العطر. فانا لما اجي اني اضغط او ارش من العطر وين؟ بالغرفه. فايش راح يصير؟ انتقال من منطقه تركيز عالي لوين؟ الى منطقه تركيز واطئ اللي هو بالغرفة، فراح ينتشر عندي العطر. كذلك قطرة الحبر، لما اجي اخلي قطرة حبر بفد وعاء من الماء، ها قطرة الحبر تركيزها عالي وعاء الماء تركيزه واطئ، فايش راح يصير عندي هنا؟ راح يصير عندي انتشار. اما محاضرتنا اليوم اللي هي الاوزموزيس، الاوزموزيس لا تختلف، الاوزموزيس انا معرف لكم اياها هو انتشار المن لووتر مولكيولاس لجزيئات الماء فروم لو كونسنتريشن سوليوشن من محلول ذو تركيز واطئ الى محلول ذو تركيز عالي، هاي كونسنتريشن سوليوشن. عبر شنو؟ عبر بارشيالي بريمبل ممبرين، عبر غشاء جزء النفاذيه، او مرات يجيكم مصطلحه سيمي بيرمبل ممبرين. السيمي والبارشيالي نفس المصطلح وانما كلمات مترادفات. زين، أنا هنا يعني أغلبكم راح يسأل شنو المحلول تركيز واطئ وشنو المحلول تركيز العالي. شباب مثلا أنا راح أخذ مثال على الملح والمي. شباب عندي أنا هذا وعاء، واضحة الصورة؟ هنا أنا مزجت بهذا الوعاء خليت ب 80% ووتر وخليت زائد، ايش بقى عندي من نسبته 100%؟ بقى عندي 20، يبقى لي شنو؟ 20% هو صوت ملح. تمام؟ هذا ايش راح يكون هذا المحلول؟ هذا محلول اسميه محلول مخفف، ليش؟ لان تركيز الماده المذابه به الملح تكون اقل، وتركيز الماده المذيبه اللي هو الووتر الماء تكون اكثر. فهذا ايش راح اسميه؟ هذا راح اسميه محلول لو كونسنتريشن سوليوشن، محلول ذو تركيز واطئ. هذا التوضيح يفيدنا بفهم محاضرتنا. واضحه الصوره؟ هذا عباره عن محلول هنا. زين، عندي ارد اعرف بعد محلول ثاني اللي هو هاي كونسنتريشن سوليوشن. اجي هنا عندي هذا وعاء ثاني. شباب هذا الوعاء مزجت به انا هنا، مزجت 20%، راح اعكسهم بالعكس، انتبهوا لي، 20% ووتر زائد 80% صوت اللي هو ملح. ايش راح يكون عندي هنا؟ راح يكون عندي شباب تركيز الملح اللي هو المادة المذابة راح تكون أكثر أكبر، كأنما أشبه لك إياها إنه أنا مثلا مخلي بالجلاس 3/4 ملح وربع من عنده قليل مي، فايش راح يكون هذا المحلول؟ راح يكون محلول ملحي مركز كلش. زين، فايش راح أسميه هذا هنا؟ راح أسميه هاي concentration solution، سميته هاي، بينما انا سميته لو. ليش؟ لان تركيز الملح به قليل وبنفس الوقت الماء هو اكثر. زين، اكو عندي بعد محلول متعادل
هذا يكون هنا 50% water زائد 50% salt. واضحة الصورة؟ زين. وعندي محلول نقي أسمي بيور. هذا المحلول النقي هو فقط water، أسمي بيور water، محلول نقي. بس عرفنا أنواع المحاليل. زين، أنا أجي أرد أربط هذا الشرحنا بما بالأوزموس على مود أفهمه. إيش قايل لك أنا بالتعريف؟ قايل لك is diffusion هو انتشار of water molecules حصرا جزيئات الماء from low concentration solution لوين؟ للhigh concentration solution عبر شنو؟ عبر semi permeable membrane، عبر غشاء شبه نفاذ موجود وين؟ بالخلية. زين شباب، يعني منا ننتقل منا لهنا على مود اعرف شنو هو الاوزموزيس. زين، انا ذاكر لك بالمحاضرة على مود ما تصير صعبة عليك، البارشيالي بيرمبل ممبرين او السيمي مثل ما اتفقنا خوش يحتوي على ثقوب. هاي الثقوب وين موجودة؟ موجودة هذا الغشاء، هذا عبارة عن غشاء الخلية شباب. فهذا الغشاء سميه انا شبه نفاذ، فهذا يحتوي لي على شنو؟ على ثقوب. هذه الثقوب تساعدني بمن بيرمت يعني تعبر لي او تنضح لي او تنفذ لي خوش الووتر مولكيولز جزيئات الماء. بنفس الوقت بط اب تو سمول، لكنها جزيئات جدا، العفو، انها فتحات جدا صغيره على يمن لعبور اللارج مولكيولز، لعبور الجزيئات الاكبر من جزيئات الماء. واضحه الصوره؟ زين، عندي هنا اكو فتشي اسمه محلول مخفف، وعندي فتشي اسمه محلول مركز. خوش during osmosis اثناء عمليه التناضح هاي سولفنا عليها. زين، water molecules diffusion جزيئات الماء، شباب انتبه لي، بالتناضح جزيئات الماء diffusion from water or from pure water or dilute solution، ما راح تنتقل من الماء النقي او مية من الديليوت. هذا اسميه ديليوت مخفف مثل ما قلنا، ليش؟ لان بي مي هوار. زين، to more concentration solution. واضحه الصوره؟ يعني عند جزيئات الماء تنتقل مية from pure water، من البيور ووتر اللي قلنا عليه، او مية من الديليوت ووتر، لوين راح تنتقل الى الكونسنتريشن سوليوشن اللي هو هذا محلول سميناه مركز. زين شباب، انا معرف لك هنا ومخلي لك سلايدات رسم جواهن. ديليوت سوليوشن هاف ا هاي كونسنتريشن اوف ووتر مولكيولز، يعني شنو؟ المحلول المخفف هو شو يحتوي لي؟ يحتوي لي على تركيز شباب عالي من جزيئات الماء. يحتوي لي على شنو؟ على تركيز عالي، خليك اياه بالاحمر، على تركيز عالي من جزيئات الماء. واضحه الصوره؟ اذا هذا سميناه مخفف ديليوت. بينما عند المركز يحتوي لي على شنو؟ لو حتى بالمحاضره كاتب لك اياها انا بخط غامق، لو كونسنتريشن اوف ووتر مولكيولز، يحتوي على تركيز قليل من جزيئات الماء. واضحه الصوره؟ هذا اسميه مركز. تمام، خلي لك عن الصور على مود تعرف انه هذا البيور خلاص بس ماء، بس جزيئات ماء بهذا المحلول. بينما عندي الديليوت سوليوشن خوش تكون مخفف، جزيئات الماء اكثر من جزيئات الماده الثانيه المذابه كالملح مثل ما اخذناها او السكر او غير ماده. كذلك هنا الكونسنتريتد سوليوشن راح تشوفون ان جزيئات الماده المذابه اكثر من الماء. زين، اني شتهمني هاي الخواص الفيزيائيه؟ تهمني انه اربطها بمادتي اللي هي البايو، اربطها بمن؟ بالخلايا. فكاتب لكم اوزموزز اند سيل. خلينا نعرف شنو الموضوع شباب. انا ذكرت لكم انه بمحاضره الخلايا السابقه اللي راحت ذكرت لكم انه جميع انواع الخلايا سواء نباتيه او حيوانيه تحتوي على يمن على غشاء بلازما، غشاء خليه. بينما تتميز الخلية النباتية بمن؟ انه تحتوي على اليمن على غلاف خلوي، او مثل ما نقول سيل وول، جدار خلية اضافة الى غشائها البلازمي. هاي ميزة تميزت بها منه مثل ما وضحناها فقط الخلية النباتية.
واضحة الصورة. فش كاتب لك أنا plant and animal cell are surrounded by partially permeable plasma membrane بالخلايا اثنيناتين الغشاء البلازمي سواء نباتية أو حيوانية اثنيناتين شنو يكون؟ يكون شبه نفاذ لكن وthis allow water and other small molecules هذا الغشاء من يكون شبه نفاذي راح يسمح لي بمن خوش بمرور جزيئات الماء والجزيئات الصغيرة مو الكبيرة انتبه زين البلانت سيل نجي هنا نشوف تميز البلانت سيل بالسيل وول البلانت سيل اضافة الى الغشاء البلازمي شبه نفاذ راح تحاط بمن مثل ما قلنا بالسيل وول ممبرين هذا السيل وول ايش راح يسوي لشباب خوش راح ينطين وظيفته شنو السيل وول اوفر يعني يقدم لي او ينطيني فد ميزة خوش سبورت اند بروتكشن دعم سبورت اند بروتكشن حماية المل الخلية النباتية ليش مثل انا عندي هذا نبات شباب هذا النبات انا من اجار دسقي هو نبات صغير اقدر اني اخلي له لتر كامل ادير عليه اوكي ماشي سقيت انا بلتر كامل مي معقولة انه هذا النبات الصغير راح ياخذ هذا لتر المي كله سوا اكيد لا اكو ميكانيكيات حيوية خاصة بالنبات خوش انه خلاص انه جدار الخلية الموجود عنده خوش راح يكون يحدد لي كمية المواد والسوائل المي او غيره او عناصر غذائية له انه الداخلة والخارجة اللي يحدد الكمية مالتهن واضحة الصورة فبنفس الوقت شنو يدعمه وبنفس الوقت يحمي من الظروف البيئية الخارجية زين animal cell do not الخلايا النباتية ما تحتوي له على شنو على cell wall هذا يعني انها تختلف اكو اختلاف بين الخلايا النباتية بمن باكتساب وفقدان الماء والسوائل gain اكتساب loss فقدان واضحة الصورة يعني مثلا انه لازم انه ليش موجود جدار خلية ليش لان النباتات كان لا حول ولا قوة له واضحة الصورة الانسان لما يحتار يفتح تكييف لما يبرد يتغطى ويلبس ملابس اكثر واضحة الصورة بس النبات لا حول ولا قوة له فلذلك الله سبحانه وتعالى هيئ فالظروف وعوامل داخل جسم النباتي تحافظ عليه من الظروف البيئية الخارجية فما يجي انه بفصل الصيف انه يتعرق النبات اكيد لا فما راح يعني يفقد او يكتسب سوائل اكثر من اللي هو محتاجه واضحه الصوره شباب لهنا احنا كملنا الجزء الاول من محاضرتنا اللي هو الاوزموزيس اشوفكم بالجزء الثاني تباعا تحياتي